والمناقشة الموسعة لانتهاكات النظام الإيراني ضد المتظاهرين داخليا ودعمها للغزو الروسي لأوكرانيا خارجيا. ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب السياسي الأحوازي الأستاذ طاهر الأحوازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى مشاهديكم الكرام. حياكم الله وأهلا بكم. بداية، الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران ردا منها على الانتهاكات المرتبكة ضد المتظاهرين. برأيك هل تعد هذه الإجراءات رادعة لحد الآن؟ بالطبع هي لم تكن رادعة بذات الشكل، خاصة أنه جربنا يعني جميعا أنه ما يعلن عن حصار وعن يعني ضم قائمة من المسؤولين وقيادات ومؤسسات إيرانية من ضمن قائمة السوداء، إن كان للولايات المتحدة وحتى دول أخرى. وتصور النظام الإيراني تفنن بقضية التهريب من وإلى بكل المواد حقيقة، إن كان المواد المنتجة مثل الغاز والنفط وغيرها إلى خارج البلاد، أو يعني التكنولوجيا والقطع الغيار. هذا طبعا من جانب، والجانب الآخر نعم هي الآن أصبحت تتوسع هذه النوع من الحصار ومن يعني القوائم لمسؤولين النظام الإيراني في الفترة والآونة الأخيرة. هي طبعا يعني يمكن أن نخليها في اتجاه الضغط المتزايد على النظام الإيراني، خاصة أن هناك أصبح كثير من الحلفاء الذي كانوا مثل الأوروبيين الذي كانوا دائما واقفين مع النظام الإيراني، أصبح اليوم أصواتهم ترتفع وتنضم لقوائم الدول التي تندد بجرائم إيران، إن كان في مجال قضايا حقوق الإنسان أو حتى عندما انتقل النظام الإيراني وإرهابه إلى حرب أوكرانيا. هذا أثر تأثير مباشر على العلاقات والسياسات وحتى القرارات التي الآن أصبحت تتخذ من قبل الغربيين وخاصة الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة من هذه الجانب. طيب، هنا أيضا مع ارتفاع حصيلة قتل التظاهرات إلى أكثر من 500 قتيل، برأيك يعني هل تواصل أو ستواصل السلطات الإيرانية سياسة القمع؟ إلى أي رقم ستصل أو يصل عدد القتلى حتى توقف السلطات الإيرانية القمع الوحشي الذي تمارسه؟ وهل مع ازدياد الأرقام ممكن أن تحافظ التظاهرات على سلميتها؟ طبعا هذا سؤال مهم، علينا أن نكشف لمشاهديكم الكرام أن النظام الإيراني أساسا هو مبني على الإرهاب. نعم. من الساعات الأولى واللحظات الأولى الذي خميني وضع قدميه على جغرافية ما تسمى إيران أو جغرافية ما تسمى إيران، هو قام بالأعمال الإرهابية، السجن والقتل والإعدامات والتفجيرات، ويعني بدأ ببطش كل من يحترض. والآن هذه الانتفاضة والثورة حقيقة الذي الآن دخلت شهرها الرابع، النظام الإيراني قام بكل أنواع الجرائم، وهناك إحصائيات يعني طبعا هي أنا شخصيا أختلف بصفتي متابع حول الأحداث في جغرافية ما يسمى إيران على عدد الشهداء والضحايا حقيقة أنها بالمئات، وممكن الكثير يقول ازدادت الألف والألفين، يعني أكثر من 506 التي تناولناها في الأخبار. نعم نعم، أنا طبعا مو أتحدث بس عما تفضلت بحضرتك. نعم. هذه الإحصائية أصبحت اليوم تظهر عبر التواصل الاجتماعي والقنوات، وهذه هي إحصائية قليلة جدا، أنه نعم. في حدث معين في بلوشستان راح ضحيتها أكثر من 100 مصلي، يعني نعم. أين ذهبت يعني المعارك اللي يقوم بها النظام الإيراني بالسلاح الحار في واجه المواطنين، إن كان في بلاد فارس أو حتى أراضي الشعوب الغير فارسية. المهم نعم. أن النظام هذا النظام دموي، النظام أصبح معروف، يعني ليس لدينا نحن أبناء الوطن العربي أو الإسلامي، لا، العالم يعرف منذ 40 عام كيف دمر البلدان، يعني دمر العراق، دمر سوريا، دمر اليمن، دمر لبنان، والآن بشكل مباشر يساند بحروب خارج المنطقة. فهذا النظام حقيقة نعم على العالم وعلى الشعوب المنتفضة حقيقة أن تبحث عن استراتيجية لمواجهة إرهابها بالنظام. هذا النظام
لا يمكن أن يستمر بغير الدم، يعني ذبح الشعوب وقطع الشعوب ودمر البلدان بهذه الوسيلة. فأنا لا أبتعد ولا أبعد أنه تنتقل المرحلة القادمة لمواجهة هذا النظام، حتى لمواجهة عسكرية ولو بالوسائل الذاتية التي يملكونها المواطنين، وهذا حق شرعي أتصور، خاصة لدى أبناء الشعوب الغير فارسية المحتلة، ويفوض لهم أصلا القانون الدولي أنهم يدافعون عن كياناتهم وعن شعوبهم وعن تاريخهم باعتبارهم شعوب محتلة. والآن أصبحت هذه الشعوب أصواتها تصل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمانات الدولية. طيب هنا ايضا على الحديث على العالم الغربي، واعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يصفون النظام الايراني بالوحشي وانه قد فقد شرعيته. طيب هنا ايضا بالمقابل تواصل واشنطن المحادثات مع ايران بعده ملفات من ضمنها الملف النووي الايراني، لماذا هذا التذبذب بالعلاقه او يعني لم تصل الى مرحله حاسمه؟ بالطبع هذا سؤال يعني مهم جدا. طبعا احنا لا ننسى انه تصريحين او تصريح حد الاغلب خلال 24 ساعه من الرئيس الامريكي بايدن اعلنه ان الملف النووي انتهى والمفاوضات انتهت او اوقف العمل بها، هذا ما نسمعه بالتصريحات. بالطبع القضيه الان الكونغرس الامريكي ويعني الان اصبح بيد الجمهوريين، وهذا ايضا يحدد بما يريد ينفذه الرئيس الامريكي الحالي بايدن. طبعا النظام يعني الاداره الامريكيه وخاصه الديمقراطيين معروف لدينا جميعا يعني كمتابعين وكناشطين ان مع الاسف لديها تقارب استراتيجي مع النظام الايراني على عهد اوباما وصولا الى السيد بايدن في هذه الاداره الحاليه، وهذا ايضا ما ياتي بالشكوك لكثير من المراقبين ان لماذا كل هذه الجرائم والسلطه والاداره الامريكيه يعني تنظر بمنظار يعني تهدئه حد الاقل او يعني مماشاه مع السلطه الايرانيه. هذا حقيقه هو مورد استغراب للجميع، ونتمنى ان الجمهوريين الان الذي بيديهم كفة القرار أن يضبطوا على الإدارة الأمريكية أن تكون ردات فعلها تجاه النظام الإيراني الإرهابي أكثر وبشدة لمواجهته حقيقة. طيب هنا أيضا سؤال، يعني شبكة CNN الأمريكية تكشف عن أن واشنطن تحقق في كيفية وصول يعني مكونات أمريكية وغربية إلى الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها اليوم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هل هو يعني فشل العقوبات الصارمة الأمريكية بوصول التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، أم هو تعاون ربما من تحت الطاولة؟ لا، هو طبعا احنا نعتبره فشل، يعني حقيقة فشل، وخاصة أن النظام الإيراني يعني اعتمد على قضية التهريب، اعتمد على قضية التهريب والسرقة. ويمكن من يتابع يعني الأحداث منذ عدة أعوام هناك كثير من الرجال تجار ويعني في الولايات المتحدة كانت تحتقلهم الإدارة الأمريكية خاصة على عهد الجمهوريين السيد ترامب، وهذا العامل الذي بالنهاية يعني ما يسمون أنفسهم الأقرباء للنظام من عوائلهم أو قادة النظام، الذي الآن الخزانة الأمريكية أوقفت 149 مليار دولار لمقربين النظام، وهم 5000 نفر على أساس خلال 3 شهور الحكومة الأمريكية أصلا تخرجهم من البلاد. هذا حقيقة الأمر، النظام الإيراني لم يلتزم لا بقرارات دولية ولا بقرارات رسمية ولا حتى باتفاقات ما بينه، وإحنا نشاهد ما التدخلات في وطننا العربي وعلى أساس أن هناك حسن الجوار وعلاقات الأخوة الإسلامية، ولكن نرى أن النظام الإيراني يعمل عكس ما يتحدث به. هذه حقيقة من أخلاق هذا النظام الإجرامي الإرهابي. نشكركم ونعتذر لضيق الوقت من ستوكهولم الكاتب السياسي الأحوازي الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.